مساء الخير ويعطيك العافية. يا أهلا وسهلا فيك حبيب قلبي، هلا فيكم. أنا بدي أقول لك يعطيك العافية، بدي أقول لك مبروك، لأنه نحن مننجمع على طول بشيء اسمه هيت وبشيء اسمه أغنية جديدة، ومنعمل لانشينج سوا كتير حلو. نحن شو عم نعمل هلأ؟ يا حبيب قلبي، أول شيء أنا بفتخر فيكم وبكبر فيكم، وحضوركم بيشرفني، هاي أول شيء. موقع أحكي لي طبعاً، أهلا وسهلا فيكم. موقع أبيض وأسود، يا أهلا وسهلا فيكم، أنا بكبر فيكم. والهيت ما بتكمل إذا ما أنتوا حطيتوا إيدكم فيها أصلاً. الصحافة والفنان هن اتنين مع بعض، يعني نحن بنكبر فيكم وانتو بتكبروا فينا، ونحن بنمشي مع بعض. هيدا شيء أكيد معروف حبيب قلبي. نحن أول شيء يمكن بصير في تراتبية بالحياة، طبعا الفنان بيشتغل بيعمل هيت، بس ما لتصير هيت بدها شو العواميد الأصل للفن، يعني مثل ما منعرف أنه ركيز الأغنية ثلاثة، هي كلمة ولحن وأداء، وهلأ صار في توزيع كمان. لا، أنا بعتبرهم خمسة. خمسة اللي قلت عنهم، ونزيد عليهم هو الإعلام والصحافي اللي أنتوا بتقدموها للناس بصورة حلوة. الله يخليك يا رب حبيب قلبي. أنت عندك ملقى حلو، ضحكة حلوة، وصوت حلو، كيف بتسرق الناس عادة بالغندية؟ بتتكل على جمالك ولا على صوتك؟ لك هيدي أنا ضد هاي الفكرة. أول شيء أنا بتكل على الأغنية اللي بتوصل لقلوب الناس، لأن الأغنية إذا ما وصلت لقلب الناس ودقت فيهم من جوا ما هيحبوها قد ما كان جماله للواحد. أنا بقول أنت بتتمتع بجذبية بالصوت اللي بيوصل للقلب قبل الدينين، وأنا يمكن معك بضعف، لأنه بصوتك أنت بتنقلنا اللي نحن بحاجة نسمعه من أغنية. مش بس هيد، بتمس المشاعر، واليوم بعد رجعنا نسمع الغنية اللي بتملي الراس، اللي بتقول فيها الله، مش بس بندعس وبإجرينا بنرقص. هي أنت قلت عنا الأغنية اللي بتمس المشاعر، وأنا عاملها بعنوان غلطة مشاعر للأغنية، وإن شاء الله تكون الناس حبتها، وإن شاء الله منضل نقدم لهم الأفضل والأفضل لقدام. نقدر نعرف كلمات وألحان مين؟ طبعا الأغنية كان في تعاون بيني وبين الشاعر رياض العلي، بوجه له تحية، والملحن يائل بشلاوي الله يرحمه وعطاكم عمره، كان توزيع سيزار عبد المسيح، وإخراج شهاب شهاب. يعني صورت كليب أنا على الأغنية. وأيمتى بدأ تنزل الكليب؟ إن شاء الله، هي نزلت مبارح بالليل، بلشت تنعرض على مواقع التواصل الاجتماعي. أنا بدي لك يعطيك العافية، مبسوط إنك عم بتنزل سينجل مش سدي. أنا بظن وصلنا لمرحلة صارت السينجل أقرب للناس، يعني صارت تعمل سدي سبع أغاني بتضيع الناس، وخاصة صار في كم هائل من الفنانين اللي طالعين جديد والقدماء اللي عم يعملوا أغاني. بس بدي أحب ذكر إنك أنت بتغني من أنت وصغير، وصوتك حلو كتير، بس هلأ أنت عم بتجرب تعتمد شخصيا على الأغاني اللي أنت عم تنتجها، عم بيساعدك حدا بالإنتاج. لا، إنتاجي أنا الخاص، أنا ما في وراي شركة. وهيدي شغلة منيحة. في خي اللي هو بحسان مدير أعمالي، بوجه له تحية كمان، أكيد الفضل له إيدي اليمين. الله يخليك يا رب. نحن بنتمنى لك التوفيق، واكيد حنسمع هالاغنيه، ومبروك على اللانشينج، ونحن مبسوطين فيك. شو بتحب تقول لكل اللي عم بيتابعك اليوم عبر موقع احكي لي وعبر موقع ابيض واسود؟ اول شيء موقع احكي لي وموقع ابيض واسود اني بالقلب، انتوا اخواتي، مش بس اعلاميه وصحفيه بيني وبينكم العلاقه. بدي اقول لكل المستمعين ان شاء الله نضل نقدم لهم الافضل، ويضلوا يحبونا ويدعمونا، لان هن الاساس اكيد. يعطيك ألف عافية ومبروك مرة تانية حبيب قلبي. ومن عن عبر موقعك كمان بنقول لهم إنه محضرين لهم شيء جديد، ما رح أحكي عنه، بس دغري ورا هيدي الأغنية، يعني في أغنية جديدة، يعني ما أنا عم ننطر. لا، ما في مطرة، ما في مطرة، كله على النار، عم ينطبق. حبيب قلبي كلك زو، وقفنا كتير ولازم يضل عنا إنتاج. ضروري، لك جا وضع البلد شوي صح، ونحن ما لازم نخلي لبنان اصلا ينكسر. صح، نحن بدنا نقوي حتى لو شو ما كان. صح، بدنا نضل ننتج ونعمل ونخلي الناس كلها مبسوطه ان شاء الله. الله يقويك يا رب. شكرا لك. كلك صح حبيبي، بكبر فيكم. شكرا. بس بدي